مصاريف طبعا، والاولاد دول ما بيكبروا تبقى العمليه صعبه. واجب انا عليا كصاحب لا ما يتجوزوش قبل ما يقفوا الخطيئه. قبل الجواز نعمه، بعد الجواز هم. يا ابني ما انت فاهم كده كده متنيل اللي على عينك ميت. ده 100,000 وحش لسه تسالني. مش عمري كله راح بالجواز، مراتي كل يوم تديني علي. مسؤوليه اقل من الحربيه، العيال طبعا والمدرسه والواحد لازم يتحمل. الجوازه دي عامله زي الاير باك، مقتدر يتجوز يتجوز، بتقلل الصدمه بس بتعورك في وشك. صعب الجواز دلوقتي، ما كانش واحد بقى معاه فلوس هيجوز. ما بقتش زي زمان. ربط في ساقيه بقى. صاحبك ده عبيط قوي. ما بيريحش منها خالص. بقول لك يا حاج مش هتصدق، تعرف انا كنت اعبط منه؟ ما عادش حريه. قبل الجواز بتبقى برنس. لأخرك رايح فين؟ جاي منين؟ بعد الجواز بتبقى بلغة. وقت الواحد بيحرم من نفسه بيجيب لي الولاء. المشاكل اللي بتيجي بسبب الظروف والدنيا. خبر ايه احلى حاجة في الجواز؟ سبب الفلوس. الطلاق. الأول كنا بنخرج وبنصرف وبنضيع، بوفر الجنيه عشان خاطر ابنه ما يطلعش يقول لحد هات. حنفي الوحيد اللي أثبت مصاريف المدارس ومصاريف العيال إن الذرة ليها صوت. أول كان سهل لكن دلوقتي صعب جدا. معاناة في تربية الأطفال طبعًا. المصاريف، الحرية. إحنا ضربنا عشان الجواز. هتفتح بيت إزاي وتعيش إزاي وتعمل إزاي؟ كل حاجة غالية وكل حاجة نار. ما ضربتوش الجواز حرام الأدب. دلوقتي الجواز بقى صعب، زمان كانت الحاجة ها ماشية، دلوقتي ما حدش بيعرفها، زمان كانت الدنيا ببساطتها، دلوقتي شيك بربع مليون جنيه. ببص لحاجات إيه أعلى. والله حصل حاجة بينك وبين البنت، أهي ورقة أقدر أتفاوض بيها معاه.